إلى محافظة الجوف، حيث تصدت قوات الجيش واللجان الشعبية لهجومين من اتجاه منطقة مزوية القريبة من وادي معيمرة. أفاد مراسلنا أن الجيش واللجان الشعبية صدوا هجومين من اتجاه منطقة مزوية القريبة من وادي معيمرة، كما لقي اثنين من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال سيطرة قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية على 5 مواقع في منطقتي مزوية ومعيمرة بالجوف. أوضح مراسلنا أن الجيش واللجان حصروا أكثر من 50 مرتزقا و4 عربات في وادي مزوية. في محافظة مأرب، أكد مراسلنا أن مرتزقة العدوان السعودي قصفوا بالمدفعية من اتجاه وادي نخلة مواقع باتجاه حمى الثوابة، كما استهدف المرتزقة بمختلف الأسلحة من اتجاه وادي كوفل منطقة الأشقري والحقيل في محافظة مأرب.